ذكر الله أو القرآن أو الرسول. هذا عليه الصلاة والسلام. إخواننا هذا الباب باب خطير جدا. الكفر كفران، كفر إعراض ما يدخل في الدين، مثل أبو طالب. كفر معارض يسب ويشتم، مثل أبو جهل أبو لهب. المستهزئ من هذا الباب يسخر. ما بقي أن تلعب وتسخر وتستهزئ أبي الله وآياته الشرعية وكونية ورسوله كنتم تستهزئون. يا أخي لا تلعب بالكتاب والسنة. لا أحد يضحك. رسائل اللي تأتينا اليوم من يستهزئ ويسخر، نريد نرد على داعش، نريد نرد على فلان، على فرقة الضالة، نرد بماذا؟ بالكتاب والسنة، نرد رد سلفي. أما نرد بالسخرية بالاستهزاء بالنكت، لا، هذه ليست طريقة السلف. هذه النكت اللي تردك الآن وتسمعها وبعض الناس يسخر ويستهزئ ويرسل لك دليل ويضحك الناس، هذا استهزاء. انتبه، الذي يسمع السب والاستهزاء إما ينكر أو ينصرف، بقي حكم حكم السب المستهزئ. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معه حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. انتبه، مشاهدة القنوات، المقاطع اللي تأتينا، مقاطع الضلال، قال اسمع ماذا يقول الضال فلان في أم المؤمنين. يا أخي اتق الله، بالله لو مقطع في أمك ترسل لي تقول اسمع ماذا قال فلان في أمي؟ اتق الله يا شيخ. إخواننا اتق الله في هذه الرسائل. هي أم أصلا، هي أم المؤمنين. كيف ترسل الرسالة وتقول انظر ماذا قال فلان في عثمان رضي الله عنه، ماذا قال في كذا؟ استهزاء، سخرية، لعب بالكتاب والسنة. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا. تخاف تسمع، هذا الموحد.